السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بسطات، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية الخيرات تنوري والجالية المغربية والناس من المدن الكبرى بالمملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. بتاريخ ضمن تاريخ 21/9/2024. ها 700 تقول 700 فاتقوا الزيتون 180 قالك ها الزيتون قالك 680 شحال تشحال 920 وعلاش ما جبتيش البارح هاد 920 غير كساب هذا تبقى غير كساب واني حصل ب 920 ابقى حاصل هنايا ديما احنا في السوق الاسبوعي بسطات وترى رشيد يبيع وقال حاجه وقال كل شيء. الحجره غاسوا ستة لواحد. اخر موديل هادشي راه شحال رشيد؟ شحال رشيد؟ اخر موديل اه خويا 12 اي الله يسلمك. انا ايوب نرجع معاك في اللورو. تمشي الحاج من اللي تقول لي 13 مليون اش راه ما عنده ما يقيد. شحال رشيد شحال؟ عطاونا 12 مليون و90 الف، هذا عطاونا فيه 4.98 وهذا عطاونا فيه 800. وصدق الراجل ايوب تشتكى تقرح انت مالك هو؟ 100 مليون الحم. الحم تذبح فين وهذا المحمد جا خايبه. الجرام راه ماشي ديال الكيلو هذا الجرام. انت ما باغيش تذبح ليهودو؟ ليهود هاي يذبح ليهود هذا قال يحمر لي وجهه الزيتوني ولا لا راك معلم ايه راك معلم راه وقال لي جابني قال لي جاودي راه ودر ما شي بقر عالمي اخر موديل ديما احنا في السوق الاسبوعي بسطات 12 مليون و90 الف عاد ودر ماش هاد الثلاثه 650 650 ما بغيتيش وبيع بيع راه قالت لي باردة شوية هذا اللي كان باردة مش حارة ب 2200 شحال أيوب 2200 الله يغبر الشقة هذا أيوب ود عبد العزيز من دكالة اه سيقول 4 دنانير زيد يلاه برد راه المليح يعجل مول 7 دنانير اكسي مرة طاح ب 2500 شحال مول 7 الملايين دار 575 2500 فين تذبح هاتي فين تذبح كاينه هادي كاينه هادا ايوب كان بوه معنا ولا تاقوى معنا وتبيع لايوب اسي عمرو لي الزيتون انا ما عنديش معنا قدام والله غنبيعو 7 دنانير هذا 540 وهذا 400 740 وبيع الولد فقيه شارع الولد فقيه سوق راه بارد غاليين معاه احنا باردين معاه كي بارد كي سخون هذا اللي كان 37000 تاع الدرهم في السوق الاسبوعي بسطات 36000 تاع الدرهم
شحال درب؟ 84 84 وبيعوا بيعوا عيش واحد شوية عيش 5 ملايين بغيتي 5 ملايين حنا في السوق الأسبوعي بالسطاج هذا 4 ملايين و90 تيقول لنا آخر موديل في السطاج الشعة تاع الضوء هذا رشيد ود الرماش هنايا في السوق الاسبوعي بسطات وانت اللي سديتي ليهم اين اخلاها منه 760 هذا وهذاك اللي ملهي 4 ملايين و20 وبيع البوري تم ولفتات تبيع البوري انا زيتوني مرجان مرحبا مرحبا الله يحفظك تبارك الله على سويعيد تبقى صاحبنا السوالم مع شي عمر تاوكا احنا مع 12 ليل وما كاين بس دي من احنا في السوق الاسبوعي بسطات تنوريو الخيرات لجميع المشاهدين قناة الزيتون مرشد 4 ملايين و20 وما بغيتوش مازال اخويا ما قصرش قلب اش تقلب الميكرو خليك تقلب 650 32000 تاع الدرهم و500 غير كسابة هذا 900 وبيعوا 900000 هاي من الطريقة برس برس مالي غير كسابة تقولوا 900000 900 واقفة وبيعوا وحنا بقينا زعما 5 هاي 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 الله يسر ليكم الله يسر ليكم ديما احنا في السوق الاسبوعي بسطات 700 خيات ب 740 قال لك هو يفوتوا 4 ملايين تحياتي للحبيب في سيد العيد الكساره خلي عليا يوسف لا تبارك الله على يوسف 740 وتحياتي للطريق في الدروات هو كسار ويوسف الكتوبة داروها ان شاء الله خير وسريعة باقة باقة سريعة راه تجعلين يلا زويته بشحال الحمل يوم زويته هالكلام هالكلام شحال؟ منين انت؟ الشرف الملحة مرحبا قلب اللي بغيتي فيه 570 اللي عاطينا ما بغيتي 80 والعرطين في العلب هات المليح هات واش كسيبه ولا بيع وشرا؟ وكسيبه ودو ياسي عطونا 570 وعرض ناضي طيب في العلب كل شيء لا بلا